السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير المحترم، السيدة الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إليز كيرس المحترمة، السيدات والسادة، كنت أتمنى أن يكون مكاني اليوم شاب سوري اسمه يحيى الشربجي. تعلمت منه معنى الإسلام المعتدل المنفتح على الآخر، والذي يقبل التنوع والاختلاف ويرفض العنف. أو أن يكون مكاني اليوم محام سوري اسمه خليل معتوق. تعلمت منه أن العدالة قيمة أخلاقية بحد ذاتها، تحتم علينا وقبل أي شيء الدفاع عن كافة الضحايا بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو لونهم أو جنسهم. أو أن يكون مكاني اليوم سياسي سوري اسمه مشعل التمو. تعلمت منه أن المواطنة التامة المتساوية بين أبناء الوطن الواحد هي الضمانة الوحيدة لوحدة الأوطان وتماسك مجتمعاتها وقوتها. وفي نفس السياق الأخلاقي هذا، سعى الكثير من السوريين والسوريات لإيجاد بديل أخلاقي وطني بعيداً عن منظومة الاستبداد والإرهاب، ومنهم زميلي المحامية رزان زيتونة والطبيب أيهم غزول. تم إلقاء القبض على أيهم مع باقي زملائه للمرة الأولى بتاريخ 16/2/2012 ليلقى حتفه في سجن الفرع 215 نتيجة للتعذيب والامتناع عن تقديم العناية الصحية له. وظهرت صورته لاحقاً ضمن مجموعة الصور التي سربها المصور العسكري النبيل قيصر. بعد اعتقال كوادر المركز ووفاة أيهم تحت التعذيب، قررت زميلتنا رزان زيتونة الفرار من ملاحقة أجهزة الأمن باتجاه الغوطة الشرقية لتواصل عملها في توثيق الانتهاكات ودعم الاحتجاجات السلمية، إلى أن تم خطفها من قبل مجموعة مع مجموعة من زملائها من قبل مجموعة مسلحة. اتخذ بعض قيادات فصيلها قراراً بتغييبها، هذا الفصيل يدعى جيش الإسلام، وذلك بتاريخ 19/2013، حيث لا يزال مصيرها مجهولاً هي وزملائها حتى يومنا هذا. وبينما تناشد والدة رزان كل من يعلم أي معلومة عن ابنتها وزملائها المختفين، تطالب والدة أيهم بقبر لولدها. السيدات والسادة، قصص هؤلاء هي باختصار قصة الثورة السورية، قصة الملايين الذين يحلمون بالتغيير ويعملون بطرق سلمية بشجاعة قل نظيرها من أجل الكرامة والحرية والعدالة لكافة السوريين. واجهت أحلامهم السلطات السورية بالعنف والقمع والتعذيب والقتل للحفاظ على مكاسبها دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية، حتى دفعت بالبعض منهم لحمل السلاح مكرهين دفاعاً عن أنفسهم وعائلاتهم. فانحاز لهم مجموعة من الضباط والعناصر في الجيش الذين آثروا الانشقاق على تنفيذ أوامر لا تمت بصلة لواجبهم العسكري الذي أقسموا عليه. ردة الفعل الطبيعية هذه وجدت فيها مجموعة من الانتهازيين فرصة سانحة للتسلق على أحلام هؤلاء الشباب وحميتهم باسم الدين والحرية، مدفوعين بشهوة السلطة ولتكديس الأموال والمنافع، لتأتي بعدهم تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وداعش. وجدت في هذه الظروف بيئة نموذجية لتسويق أفكارهم الإرهابية وفرض نموذجها الشاذ تحت قوة السلاح والحاجات الاقتصادية. ومع تعقيدات المصالح الإقليمية والدولية التي تقاطعت مع الجغرافيا السياسية لسوريا، سارعت قوى إقليمية ودولية للاستثمار في هذا الوضع المعقد خدمة لمصالحها ولتصفية حسابات عالقة بينها، لنصل إلى الوضع الذي نحن عليه الآن والذي تعرفونه جيدا جميعكم، وساهمت فيه بعض الدول أعضاء هذه الجمعية. السيدات والسادة، 10 سنوات طويلة مرت على السوريين، حصيلتها مئات آلاف القتلى من الضحايا وعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، دمار كامل لمدن وبلدات، وملايين النازحين واللاجئين، ملايين الأطفال الذين حرموا من التعليم ينهشهم البرد والجوع والأمراض، تدمير للبنى التحتية، اقتصاد مدمر وعملة وطنية فقدت قيمتها، بلد مقسم محتل تستبيحه جيوش 5 دول
من الجولان المحتل في جنوبه إلى شماله الشرقي وشماله الغربي، مروراً بعاصمته دمشق، ومجتمع دولي متقاعس ومؤسسات أممية عاجزة وانهيار تام لمنظومة حقوق الإنسان، فمن الذي انتصر؟ كنت أتمنى أن أحمل لكم ولأبناء بلدي، خصوصاً هؤلاء الذين آمنوا بالحل العسكري، أخباراً سعيدة، لكن في الحقيقة الخبر الوحيد الذي أحمله هو أن الجميع قد هزم. أنتم وجميع أطراف هذه الحرب مهزومون، وجميع السوريين ومن دون استثناء هم الخاسرون، وقد تحولوا إلى ضحايا بمعظمهم بشكل أو بآخر، باستثناء بعض القيادات التي تتحمل مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حصلت، وخصوصاً من طرف السلطات السورية. فلا تحمل هذه الحرب كما كل الحروب أي فضيلة سوى فضيلة انتهائها، وأن استمرارها لن يحول سوريا فقط لدولة فاشلة، ولن يكتفي بزيادة معاناة ملايين السوريين، وإنما سينعكس على الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر أكثر مما هو قائم الآن. فإما أن ننجو معا، وإما أن نؤسس لسقوطنا النهائي معا. لذلك كمواطن سوري أطالبكم بضرورة إعلان وقف شامل لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية، وإلزام كافة أطراف الصراع بشكل حازم على العمل به. الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي طارئ تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة لكافة الدول المعنية بالصراع السوري، لإيجاد خريطة طريق عملية حقيقية لتنفيذ القرار 2254 بكافة مضامينه، بعد أن ثبتت كافة الآليات السابقة فشلها. الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهدف إصدار قرار ملزم لكافة أطراف الصراع ينص على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة منذ العام 2011 وحتى اليوم، وتجميد الحكم بهذه العقوبة حتى إشعار آخر، قيام كافة أطراف الصراع بتزويد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقوائم تتضمن أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والسماح لمراقبي المفوضية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز، وضمان معاملة كافة المحتجزين وفقاً لقواعد مانديلا، تزويد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقوائم أسماء المعتقلين وتواريخ الاعتقال والتهم ذات الصلة، وكذلك من ماتوا في الحجز أو من تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وفقاً للأولويات الإنسانية بحيث تشمل الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن، تشكيل فريق دولي خاص للكشف عن المقابر الجماعية وضمان حفظ عينات الDNA وتسليم الجثث إلى ذويهم وضمان دفنهم وفقاً لمعتقداتهم بطريقة كريمة لائقة. السيدات والسادة، تقدم اليوم مجموعة من ضحايا الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية التي وقعت في الغوطة الشرقية بتاريخ 21/8/2013 بشكوى جنائية في فرنسا، بعد أن سدت في طريقهم طرق العدالة الدولية نتيجة الفيتو التي استخدمته دولة روسيا الاتحادية. وعلى الرغم من إدراكنا أن هذه المبادرات لا تشكل في مجموعها العدالة المنشودة للسوريين، حيث أنه من غير الممكن الحديث عن عدالة انتقالية دون انتقال سياسي، أو حديث عن مسار للتعامل مع الماضي في ضوء استمرار الانتهاكات والجرائم بشكل يومي. هذه التحركات هي رسالة عملية للمجتمع الدولي ولكافة أطراف النزاع في سوريا، تفيد بأنه من غير الممكن أن يكون هناك سلام مستدام في سوريا دون مسار جاد للعدالة الانتقالية، وأن محاولة الوصول لاتفاق سياسي يضمن مصالح أمراء الحرب دون الاكتراث لمطالب الضحايا من كافة الأطراف بالحقيقة والعدالة لن يؤدي في المستقبل إلا لحرب جديدة تقوم على الانتقام. من غير الممكن أن يكون هناك عودة طوعية وآمنة للاجئين السوريين دون ضمانات قانونية تؤمن عدم إمكانية تكرار هذه الانتهاكات التي دفعتهم إلى اللجوء، ومن ضمنها محاسبة كبار المسؤولين عنها من كافة الأطراف، وضمان عدم ترشحهم للمناصب العامة، وإصلاح شامل لبنية الدولة وصلاحيات أجهزة الأمن
وأجهزة إنفاذ القانون فيها. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتوجه لأبناء بلدي سوريا من خلال منبركم هذا، مسلمين ومسيحيين ويهود، سنيين وعلويين ودروز وإيزيديين ومرشدين ومن غير المتدينين، عربا وأكرادا وتركمانا وآشوريين وشركس ومن كافة المعتقدات والأعراق. استطاعت الكثير من شعوب الأرض، من جنوب أفريقيا إلى رواندا ومن إسبانيا إلى تشيلي، تجاوز آلامها وتضميد جراحها والانطلاق نحو مستقبل آمن. ونحن أيضا نستطيع، فنحن أبناء حضارة تمتد لآلاف السنين. نحن سوريون ولا نخجل، فنحن الذين اخترعنا الأبجدية والموسيقى والمنجل. شكرا جزيلا.